السلام عليكم أبناءنا الكرام، طلاب الصف الثاني عشر في درس من دروس اللغة العربية. كتابة مقال نقدي لنص سردي في جزئه الأول، تحليل قصة. أبناءنا الكرام، يتوقع منا في نهاية هذا الدرس أن نكون قادرين على أن نشرح عناصر النص السردي القصصي بشكل صحيح، وأن نعرف المقالة النقدية تعريفاً صحيحاً، وأن نحدد عناصر المقال النقدي للقصة ومكوناته البنائية تحديداً دقيقاً. أبناءنا الكرام، عندنا عناصر القصة الرئيسة، عندنا الحبكة، الشخصيات، الأحداث، البيئة، الصراع، أساليب السرد، الراوي، ثم اللغة والأسلوب. فالحبكة في القصة، الحبكة بدءاً بناء فني مترابط محكم يتكون من بداية ووسط ونهاية. أما البداية فيتم فيها عادة تحديد مكان القصة وزمانها وبعض الشخوص بهدف رسم الخطوط العريضة للقصة، وأما الوسط فيشمل الموضوع ويتطور عن طريق الصراع بنوعيه الداخلي والخارجي، كما يشمل العقدة التي تتطور أحداثها من خلاله بنوعيه وصولا إلى الذروة، وتأتي النهاية شاملة الحل، وقد يكون هذا الحل مغلقا أي محددا، وقد يكون مفتوحا أي تنتهي به القصة لكنها لا تقفل، بل أترك تصور النهاية للقارئ. لنتابع، عندنا هنا الشخصيات، والشخصيات عندنا من حيث دورها نوعان، رئيسة وثانوية. أما الشخصية الرئيسة فتلعب دورا مهما في العمل السردي، وأما الثانوية فتساعد على نمو الأحداث وتطورها. أما من حيث تطورها فعندنا الشخصية ثابتة ونامية، أما الثابتة فأفعالها متشابهة وردود أفعالها كذلك، أما النامية فتتميز بتفاعلها مع الأحداث، تختلف ردود أفعالها وتصرفاتها تبعاً للموقف. الأحداث غالباً ما تتمحور حول حدث واحد بشكل مكثف، وهذا أهم ما يميز القصة القصيرة، الوحدة والتكثيف. أبنائي، تعالوا بنا هنا لكي نتعرف إلى البيئة. فالبيئة عندنا فيها مكان وزمان. المكان بقعة جغرافية، المكان مكان قصصي محدد جرت فيه أحداث معينة، كغرفة، كبيت، كشارع، كمدينة. الزمان تاريخي في فترة تاريخية. ثم عندنا الزمن القصصي، والزمن القصصي هنا قد يكون ظاهرا من خلال الموقف،
وطرق السرد في الليل، في الصبح، في الظهر، هذا زمن قصصي. لنتابع الصراع في القصة. والصراع هنا لابد فيه من وجود قوتين متضادتين تدفعان الأحداث إلى الأمام، خارجي وداخلي. كيف أميز ما بين الخارجي وما بين الداخلي؟ أما الخارجي فقد يكون بين قوتين أو أكثر، وأما الداخلي فيكون داخل الشخصية الواحدة. تابع الأساليب السردية، فهي تلك الطرائق التي اختارها الكاتب لعرض أحداث قصته. ولعلنا ندرك أن أساليب السرد ليست واحدة وإنما هي متعددة. تعالوا بنا الآن لكي نعالج أهم الأساليب. فعندنا هنا السرد المباشر، والسرد المباشر هنا سرد لمجريات الأحداث وتتابعها بطريقة إخبارية مباشرة. عندنا كذلك الوصف، فالوصف قد يكون وصفاً لشخصيات، وصفاً لبيئة زمانية ومكانية، وصفاً لأجواء. وعندنا كذلك الحوار بنوعيه الداخلي والخارجي. أبناءنا، نأتي إلى الراوي في القصة. فالراوي في القصة هنا نوعان، غائب وحاضر. أما الغائب فوظيفته نقل الأحداث، وذلك من خلال الضمير الغائب. أما الحاضر فهو مشارك في الأحداث مشاركة أساسية أو ثانوية. نأتي إلى اللغة والأسلوب في القصة. لعلنا ندرك أن اللغة نعني بها الألفاظ والتراكيب والأساليب والأدوات البلاغية هنا. وتعالوا بنا لنقرأ تلك الأشياء. عندنا هنا طبيعة اللغة والمصطلحات المستخدمة، أمحلية جاءت أم بعيدة عن الواقع؟ الأفعال الماضية المضارعة قد يكون أحدها طاغياً على الآخر لتحقيق هدف معين. وعندنا كذلك الأساليب الخبرية والإنشائية، وعندنا كذلك التصوير الفني من تشبيه واستعارة وكناية، وعندنا المحسنات البديعية من طباق ومقابلة وجناس. أبناءنا، ما المقال النقدي حتى يتواصل طرف حديثنا؟ أما المقال النقدي فهو مقال يختص بتحليل قصيدة أو مقالة أو قصة أو أي عمل فني تحليلاً نقدياً، بهدف تقديم تفصيل أو تفسير حول جانب ما من المادة موضع التحليل، أو تقديم هذا العمل ضمن سياق أوسع بربطه بأعمال أدبية أخرى للأديب نفسه أو لغيره من الأدباء. أبناءنا الكرام، عندنا عناصر المقال النقدي ومكوناته البنائية. عندنا المقدمة والعرض والخاتمة. أما المقدمة فتتضمن تعريفاً موجزاً بهوية النص وكاتبه وغرضه. أما العرض فعندنا فيه الحبكة
الشخصيات، الأحداث، الزمان والمكان، الصراع، أساليب السرد، الراوي، ثم تأتي اللغة والأسلوب. أما الخاتمة فتتضمن إصدار حكم عام حول القصة وموضوعها وأدواتها الفنية والتعبيرية. المقدمة في المقال النقدي للقصة. لا تنسوا أننا ينبغي أن نعرف تعريفا موجزا بهوية النص وكاتبه، وأن نحدد الموضوع، موضوع القصة ودلالاتها الاجتماعية وأبرز خصائصها الفنية. وكذلك لا بد أن نحدد نوع السرد من قصة أو رواية أو مسرحية أو مقامة أو سيرة. ومع كل هذا لا تنسى عزيزي الطالب أن تراعي عنصر التشويق والجذب. أبناءنا الكرام، نواصل ما بدأناه، فعندنا هنا في عرض المقال النقدي عندنا الحبكة. ولا يخفى عليكم أن الحبكة هنا تتضمن بداية وتتضمن وسطا وتتضمن نهاية، ولعلنا نلحظ أيضا أن كل هذه الأشياء إنما تقدم تمهيدا للأحداث وتصاعدا للوصول إلى الذروة ثم إلى التهاوي وتقديم الحل. وبعد ذلك عندنا الشخصيات، وهذه الشخصيات كما قلنا علينا أن نحددها وأن نصنفها، وعلينا كذلك أن نشير إلى أبعادها النفسية والاجتماعية والثقافية، ثم علينا أن نشير إلى الاتجاهات التي تمثلها، ثم كيف رسمت هذه الشخصيات. ولدي، نتابع معا العرض في المقال النقدي للقصة. عندنا هنا الأحداث، وعندما نستمع إلى كلمة الأحداث فمعنى ذلك أنك ينبغي أن تلخصها وأن تتحدث عن ترابطها وتسلسلها وأن تبدي رأيك في مدى ترابطها. أما البيئة هنا فلا بد أن تكون مدركا للأبعاد الزمانية والمكانية من حيث تحديد الزمن القصصي، ومن حيث دلالة الزمن من ليل أو نهار. أما المكان هنا فلابد أن تحدد كذلك المكان القصصي وتحدد دلالة هذا المكان، أمفتوح أم مغلق. نتابع السير هنا فنذكر لك الصراع، وعندما تأتي إلى الصراع فلا بد أن تتحدث عن طرفي الصراع، ولا بد أن توضح نوع الصراع، ولا بد أن توضح كيف انتهى الصراع، ولا بد هنا من إبداء الرأي في هذا الصراع. هل نجح في كشف الصفات النفسية؟ هل نجح في دفع الأحداث؟ هل جذب القارئ؟ كل هذا لابد أن تراعيه. أما الأساليب السردية، فقد ذكرنا أنه لابد من تحديد هذه الأساليب من سرد مباشر ووصف وحوار، مع الاهتمام بالدليل على كل ذلك. وعندنا كذلك حديث عن دور هذه الأساليب السردية. أبنائي، الراوي، لعلنا ندرك أن الراوي قد يكون حاضراً وقد يكون غائباً. حدد غيابه أو حضوره مع الدليل. تحدث عن
دوره في القصة أكان مشاهدا يروي من وراء ستار، يتحكم بالشخصيات ويعرف مصائرها؟ أبدي رأيك في الراوي، أنجح في نقل الأحداث؟ أنجح في نقل مشاعر الشخصيات؟ ثم تأتي اللغة والأسلوب. حدد طبيعة اللغة، أتنتمي إلى القاموس المحلي؟ حدد طبيعة الأفعال ومدى طغيان فعل على آخر. حدد هنا الصورة الفنية من تشبيه واستعارة. حدد هنا الأساليب الخبرية والإنشائية. حدد كذلك المحسنات البديعية من طباق وجناس. ولدي، تأتي الخاتمة هنا في المقال النقدي لكي تتضمن إصدار حكم. حول ماذا؟ حول المضمون، حول علاقة عناصر القصة، حول الأدوات الفنية والتعبيرية. ولدي الحبيب، بعد أن تعرفت عناصر المقال النقدي ومكوناته، الآن ماذا يراد منك؟ يراد منك أن تقرأ قصة المجامل للصديق أبي دوارة من خلال الرابط المعروض عليك، وبعد ذلك عليك أن تقوم بتحليلها وفق عناصر المقال النقدي التي تم عرضها من حبكة وشخصيات وأحداث وبيئة وصراع وأساليب سرد مع لغة وأسلوب. أبناءنا الكرام، أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من درس كتابة مقال نقدي تحليل قصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.